مساء الخير عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الى اخره. طبعا مفيش حد فينا بلا استثناء بيحاول ان هو يدور على مستوى معيشي افضل، خصوصا الطبقه المتوسطه. دايما بيحاولوا يفكروا كده في مشروعات جديده او في اي سبل لزياده الدخل بتاعهم. معظمنا بيكون عنده وظيفه ثابته وبيحاول يعمل حاجه من اتنين، يا اما يفتح مشروع يا اما بيحوش مبلغ معين ويديه لحد يشغله له. غالبا بنختار السكه التانيه لان هي اسهل، مش بنباشر بقى بنفسنا ومش بنتابع الموضوع ومش بيتطلب مننا مجهود شخصي بنقوم بيه احنا للشغل ده. لكن الفكره ان احنا بنحاول نحافظ على مرتب ثابت في الشهر بتاعنا، وفي المقابل بندي لحد يشغلنا الفلوس دي واحنا مش عارفين اي حاجه عن اللي بعد كده ايه اللي ممكن يحصل. فبنكون معرضين لكتير قوي من قضايا النصب او توظيف الاموال، خصوصا انه 95% بيدخل الحاجات دي وهو ما عندوش وعي كافي اللي هو هيعمل ايه او ايه الحاجات القانونيه اللي مطلوب منه يعملها. على سبيل المثال، بعيدا عن النصابين الكتير جدا اللي بيشتهروا بحاجات بسيطه كده ممكن يتنصب عليك فيها تمن حاجه مثلا متباعه او مبلغ معين انت حطيته لانك تشتري حاجه معينه او انك تاخد خدمه معينه وما اخدتهاش بالشكل المطلوب، بس في نصب ابعد واسوأ من كده بكتير. يعني طبعا ما فيش حد فينا ما سمعش عن مثلا شركه الريان اللي تقريبا اتعملت عمل تلفزيوني كان بطولته النجم الراحل خالد صالح، واللي كان بيحكي فيه قصه الشركه دي وايه اللي حصل وايه النصب اللي تم على الناس. شركه الريان او السعد اللي سنه 1989 المدعي العام الاشتراكي صرح بانه اترحل بره البلد او تم تحويل للبنوك بتاعه الولايات المتحده الامريكيه وبنوك تانية اجنبيه كتير 3 مليار و280 مليون جنيه. المبلغ ده اتاخد من ناس معظمهم من الطبقة المتوسطة وحاجات حكومية وناس كبيرة جدا جدا. ملابسات الموضوع مش هتفرق معانا كتير، بس القضية دي كانت قضية توظيف أموال، ناس عايزة تشغل فلوسها ومصالح حكومية وصل بيها الحال ان هي كانت بتشغل فلوسها في شركات زي الريان او السعد او غيرهم وكان بيتنصب عليهم، طالع عليهم لقب دلوقتي اسامي المستريحين على الشركات اللي بتعمل ده او على الاشخاص اللي بيقوموا بده. فكرة النصب وتوظيف الأموال كبيرة جدا جدا جدا، فلو انت حد بتحاول ان انت تعمل فلوس وان انت تدي لحد فلوسك يشغلها لك وما تعرفش ايه قانوني محتاج تعمله، ولو انت حد تعرضت لحاجة زي كده بالفعل سواء كانت نصب او توظيف الأموال وهنعرف ايه الفرق بينهم بعد الفاصل ان شاء الله، او لو انت لا ده ولا ده بس حابب تفهم ويكون عندك الوعي والإدراك ان انت تعرف ايه القانوني وايه الحاجات اللي انت محتاج تبقى على دراية بيها قبل ما تفكر تنصح حد او انت تعمل ده بنفسك في قضية زي دي، كونوا معانا هتسمعوا الكلام ده. النهاردة مش هيتكلم عن الموضوع من الجانب القانوني بس، ولا هنشرحه معناه ايه والناس بتعمل ايه بس، احنا هنعرض قضية مهمة جدا مجني عليها اتعرضت لقضية نصب او توظيف اموال على حسب ما اهل القانون هيقولوا وهيكيفوا القضية وهيعملوا لها تكييف قانوني مع بعض على الهوا، في تقريبا مبلغ 916 الف جنيه. المجني عليها دي مش هي المجني عليها الوحيدة اللي معانا، هنذكر مجني عليهم تانيين وهيكونوا معانا في مداخلات تليفونية، وهنقول عن ناس اتسألت وعن ناس لسه كمان ما تكلموش وما اشتكوش لأسباب هنوردها كمان شوية. مركز ابو فنونه الحضيري الراعي الرسمي للبرنامج تبنى القضيه دي وقررنا النهارده ان احنا نعرضها لكم علشان تشوفوا قد ايه الموضوع كان باين في الاول كده بسيط وكبر وتضخم وتضخم لحد ما بقى فيه ازمه وكارثه انسانيه قبل ما تكون قانونيه. ناس اسر بسيطه جدا جدا اتخرب بيتها فعليا من ست وجوزها او من ست وراجل بعيدا عن العلاقه الشخصيه اللي بتربطهم، نصبوا عليهم وهم المفروض ان هم محل ثقة جدا. هنعرف كل الكلام ده بعد الفاصل مع مدام هويدة عبد الوكيل المجني عليها واستاذة شيماء النادي محامية المجني عليها واستاذ محمد النادي اللي هيكون حاضر معانا بالنيابة عن مركز ابو فنونة الحضيري وهيعقب قانونا وهيقول لنا تكييف الواقعة وهنسمع ايه الحكاية وايه اللي حصل مع الناس دي وايه كمان المتوقع ان هو يحصل. هنتابع الموضوع بملابساته، استنونا بعد الفاصل، استنونا بعد الفاصل وهيكون معانا مداخلات للمجني عليهم. اي حد هيكون بيشوفنا دلوقتي هو اتعرض للقضية اللي احنا بنتكلم عنها دي
ليه حق ان هو يتصل بينا ويقول لنا حتى لو هو مش مجني عليه من الناس اللي احنا هنتكلم عليها. المشكو في حقها والمشكو في حقه، ليهم حق ان هم يردوا على كل اللي هيتقال، ولو انهم كده كده على حسب الواقعه اللي قدامنا ما انكروش الكلام ده. هنشوف كل ده مع بعض بعد الفاصل، والمداخلات التليفونيه هتكون مفتوحه، تقدروا تشاركونا، هنحب جدا نسمع رايكم، ولو حد اتعرض لاي قضيه زي دي يشاركنا بمر بايه وايه اللي حصل معاه. بعد الفاصل هيكون معاكم مدام هويده عبد الوكيل في قضيه اكيد هيهمكم تسمعوها، استنونا بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية، هنرحب بقى بضيوفنا في الاستوديو، استاذ محمد النادي المحامي الموجود معانا بالنيابه عن مركز ابو فنونه الحديري، والمتبني قضيه مدام هويده عبد الوكيل، واستاذه شيماء النادي محاميه المجني عليهم. في البدايه كده قبل اي حاجه هنسمع القصه من مدام هويده بالتفصيل، بس قبل ده هنعرف من استاذ محمد يعني ايه اصلا نصب، يعني ايه توظيف اموال. انا دلوقتي اتعرضت لحاجه من الاثنين وعايز احدد انا اتعرضت لنصب ولا لتوظيف اموال. تمام، جريمه النصب تعرف فقها وقانونا بانها هي الاستيلاء على اموال مملوك للغير بطريقه احتياليه بقصد استخدام ذلك المال. فجريمه النصب هي من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكيه، على ملكيه الجاني على ملكيه المجني عليه باستخدام الطرق الاحتياليه. فلازم ان يكون في طريقه احتياليه من المتهم عشان اقدر اقول ان ديت فعلا جريمه نصب، ودوت الركن المادي في جريمه النصب. هو من اهم اركان الجريمه هي استخدام الطرق الاحتياليه في الجريمه. يعني ايه طريقه احتياليه؟ هي الايهام بوجود مشروع كاذب او واقعه مزوره، او ادخال في نفس المجني عليه ايهام بوجود ربح وهمي عشان اقدر اقول ان ديت فعلا بالفعل جريمه توظيف اموال. زي ايه يا استاذ محمد؟ جريمة نصب. زي ايه الطرق الاحتياليه اللي ممكن اتعرض لها؟ احنا ما نقدرش نحدد ايه هي الطرق الاحتياليه ديت، التحديد بيكون للمحكمه، المحكمه هي اللي تقدر تحدد هل فعلا تم استعمال طرق احتياليه من جانب المتهم ام لا. والمحكمه طبعا بتكون العقيده بتاعتها عن طريق المستندات وشهاده الشهود المقدمه ليها. فهي سلطه تقديريه في الاول وفي الاخر للقاضي. والقاضي طبعا بيوضح هل هي طريقه احتياليه ام لا في الحكم بتاعه. يعني انا لو حد اخذ مني فلوس واوهمني ان هو هيدير لي ربح معين وما حصلش ده يبقى هو نصب عليا. يبقى هو ده في الحاله دي بتبقى نصب، لو كان الركن المادي توفر في الجريمه وهو وجود طرق احتياليه او تدليس في الجريمه. ان انا بوهم الشخص بان انا هجيب لك ربح، في مشروع هنعمله، في ربح هكسبك ربح 30% مثلا من المبلغ اللي انت تديهوني كل شهر كل سنه، دي كلها طرق احتياليه. ففي الحاله دي بتتوافر اركان جريمه النصب وبتبقى جريمه نصب في الحاله دي. والتوظيف الاموال ايه الفرق؟ توظيف الاموال هو عباره عن اذعان شخص بان هو عنده شركه لتوظيف الاموال، فبيبتدي يتلقى اموالا من الجمهور بغرض توظيفها او استثمارها، وهي في الاخر بتطلع شركه من غير المطابقه للشروط والمواصفات اللي محددها القانون. ففي الوقت دوت صدر القانون رقم 120 لسنه 2008، في ذلك الوقت بسبب وجود حالة ومرحلة من التاريخ الاقتصادي المصري بعد ظهور في الوقت ده كان في شركات زي شركات الريان وشركات السعد، ديت في الأساس كانت أصلا شركات تضامن، وشركات التضامن لا يجوز لها أن تعمل دعوة للجمهور لتوظيف الأموال. تمام، يعني في شركات معينة هي اللي ينفع تعمل ده وشركات لا. بالظبط كده، الشركات المعينة ديت هي الشركات المحددة في القانون رقم 159 لسنة 81، وهي شركات المساهمة، لا يجوز لغيرها ان هي توظف اموال او تعمل دعوة عامة للجمهور. ففي الحالة ديت لما صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بسبب ظهور الشركات اللي انا وضحتها لحضرتك من شوية، اللي حصل كان ايه؟ الشركات ديت ما قدرتش تعمل الاوضاع او توضح الاوضاع للاصحاب الاشخاص الاموال اللي هم دفعوا الاموال للشركات ديت، ما قدرتش توفق الاوضاع ما بينهم. فالاشخاص دول راحوا جايين مطالبين من الشركات ديت الاموال اللي هم دفعوها مع نسبه كمان من الارباح. فالشركات ما قدرتش توفق الاوضاع ديت بعد صدور القانون رقم 120 لسنه 2008. ففي منهم اللي قدر يوفق الاوضاع، في منهم اللي هرب، وفي منهم اللي اتسجن وما قدرش في الاخر يوفق الاوضاع القانونيه. يعني ببساطه شديده جدا، لو انا اتنصب عليا من شخص يبقى انا في قضيه نصب.
لو شركة أوهمتني إن في فلوس معينة هتديرها لي بالشغل في الشركة دي تبقى توظيف ده أموال، يعتبر توظيف أموال. ومش أي شركات توظيف أموال ينفع إن أنا أوظف فيها لا فلوسي، مش في أي شركات شركات ليها شروط معينة. بالظبط كده، زي ما أنا وضحت لحضرتك اللي هي الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 81 هي الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ومقيدة في السجل المعد لذلك في سوق في هيئة سوق المال. هنتكلم عن الكلام ده ببساطة أكتر كمان شوية، وهنعرف يعني إيه شركات مساهمة وإيه اللي بيتم فيها، يعني إزاي بقدر أكتتب بفلوسي في الشركات دي. بس في البداية كده عرفنا إنه لو اتنصب عليا من شخص بتبقى نصب، لو شركة بتبقى توظيف أموال، وما ينفعش أوظف فلوسي غير لو كانت شركة مساهمة. شركات التضامن ما ينفعش، في حالات معينة يذكرها لنا أستاذ محمد، بس بعد ما نسمع من مدام هويدة إيه اللي حصل معاها. مدام هويدة، حضرتك اتعرضتي لحالة من النصب أو وقعتي ضحية توظيف أموال، هنعرف ده دلوقتي، بس لما نسمع منك إيه اللي حصل معاكي بالظبط. أنا نورهان دي عرفتها عن طريق واحدة صاحبتي. ست حضرتك عرفتيها عن طريق واحدة صاحبتك؟ وهي واحدة صاحبتي وقالت لي أنا شغالة في شركة تأمين الحياة، رحت عملت مع عملية شركة عملية الوثيقة واتبدلنا بقى، جت عرفنا عليها ورحنا بيتها وعرفنا اهلها ورحنا مصر، تكون زي صداقه زي صداقه 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 بقى مجامله وصحوبيه يعني صداقه صداقه. سبب المعرفه ان هي بتعمل لك وثيقه تامين على الحياه. وثيقه تامين على الحياه عملتها لي في شهر 12. انا عرفتها في شهر 12. تمام. جت قالت لي انا بابا شغال في عامل شركه لعب اطفال واحجار كريمه واكسسوارات، وبندير بنشوف في مبلغ وبنشتغل، وانا مشغله فلانه وفلانه وفلانه. طب يا نورهان انت كويسه يعني وكده؟ قالت واسال، يعني انا داخله مع فلانه وفلانه وفلانه، حددت الاساميهم. فعلا سالت اسامي كتير بقى، اسامي كتير ومش راضين يبلغوا، اسامي كتير مش راضين يبلغوا عشان هم اعيان بلد وليهم مكانتهم. طبعا احنا فرع ضعيف، طب هنجيب منين؟ يعني المشكو في حقها دي اتصاحبت عليكي في الاول وقالت لك ان هي عندها هي ووالدها شركة لعب اطفال واحجار كريمه مصر، وبيديرها والدها وشغالة وكويسة. دفعنا المبلغ ده، خدنا أول نسبة كل 3 شهور 10,000 جنيه، وتاني نسبة بقى مشت. جوز رحنا له البيت، يا أستاذ أحمد فين الفلوس؟ أنت كنت بتيجي تاخد مننا. اذكري لي أمثلة للمبالغ دي كده، يعني كان زي قد إيه؟ خد مني 80,000 و25,000. طب أنت خدت ده جوزها فلوس؟ أخد منك 80 و25. طب وهي أخدت منك دفعات إيه؟ ده دفعات 200,000 و300,000 و400,000. طب مدام هويدا، انت كنت بتجيبي الفلوس دي كلها منين؟ من الناس. ده انا عليا مبالغ، ده انا الناس دي عطيها لي واثقه في المعصوم دي، واثقه في هويدا. ازاي ديت بعد ما اتنصب عليا كله خد عليا شيكات؟ يعني انت كنت لما هي اخذت منك فلوس عشان تشغليها زي الثقه كده، انا زي ما انا عطيتها بثقه، هم ادولك فلوس عشان تشغليها له، هم الفلوس بثقه وحسن نيه، انت كنت وسيط بينهم وبينها. وسيط. طب كذا طلعت نصابه. طب ما انت عارفه ان هي نصابه، مشيتها ليه؟ خليتها مشيت ليه؟ ما سلمتهاش ليه للقانون؟ جاي تقول لي انا في البلد. ده المشكو في حقه التاني. ده جثه. ده جاي يقول لي انا. طب ازاي يا استاذ احمد؟ ازاي انت بتقول كذا وانت واخد مننا فلوس؟ وقال ايوه انا واخد منها، انا واخد من ام عصام هويده كذا وكذا وكذا. طب ازاي انت اعترفت بكده وفي الاخر بتقول نصابه؟ طب ما سلمتهاش ليه للقانون قبل ما تمشيها؟ بعد ما مشيت بقى رحنا لها مصر مره واثنين وثلاثه. حاضر ماشي، انا هوضع وهاجي وهجيب لكم حقكم. مماطله بطريقه فظيعه. واخواتها، يا استاذ رامي، يا استاذ فلان، يا استاذ فلان، خالتها، انا خالي ايه يعني؟ خالك مستشار يعني؟ هي كانت بتقول لك انا أيوة خالي مستشار. أنا مستشار وجوز خالتي، جوز خالتي لواء. طيب ايه يعني؟ فين حقنا؟ فين حقنا اللي احنا مش عارفين نجيبه ولا عارفين نجيبه خالص؟ انت تقريبا كأم عصام او هويده مديالها مبلغ قد ايه؟ 916 اللي هو المبلغ اللي انت اديتيه لها واللي لميتيه من الناس. ولميته من الناس 916,000 جنيه. اجيب منين؟ انا ست بسيطه. الناس اللي انت واخده منهم الفلوس دول ناس انت تعرفيهم معرفه شخصيه او في مثلا علاقه قرابه بتربطكم، ولا ناس عموما كده معارف عموماً عاديه؟ عاديه، بس زي ما انا وثقت فيها وعطيتها الفلوس من غير اي حاجه، هم برضه عطوني الفلوس من غير اي حاجه. 916,000 جنيه. ده بالمكاسب، لو انا حسبت المكاسب تعدي 1,370,000. لا انا عايزه حج، بس انا عايزه راس مالي قد الناس ديت اللي هتخرب بيتي. طيب انت المحاولات اللي كنت بتحاولي معاها ان هي تقول لك مثلا طب هجيب لك الفلوس، طب مش عارفه كمان شويه، وبتمطل معاكي، مفيش مره جت ادتك اي مبلغ ولا اي مبلغ؟ حاضر ماما تعمل لك كارد. ماما تعمل لك كارد ايه؟
وبابا فين الشركه؟ فين الفلوس؟ طب يا نورهان ورينا الفلوس فين؟ عرفينا الشركه فين؟ حاضر، هنصفي، هنشوف الدكاتره، هنشوف كذا. ايه ده؟ طب يعني انت كنت ايه بالظبط؟ وانت جوزك ايه بالظبط؟ ولا دوره ايه؟ دوره ان هو مثلا يقعد في البيت وهي تروح تلم له فلوس من الناس، تنصب على الناس، وهو ياكل ويشرب وخلاص؟ ايه الحياه دي؟ هو كان استلم منكم فلوس؟ استلم مننا فلوس وبيدي للناس فلوس. ده معناه ان هو كان على علم باللي بيحصل. وازاي يقول معرفش؟ ليه يعني مثلا هو قاعد في البيت ايه؟ قاعد بس كده؟ يعني ما اعتقدش ابدا ان انا مهما كانت صله القرابه اللي بيني وبين حد ممكن اروح اخد 70,000 جنيه او 20,000 جنيه من غير ما ابقى عارف هي بتاعت ايه. ده مبدئيا كده. في الكنترول بيبلغوني انه جوزها ده كان متهم بقضيه اختلاس قبل كده، اشتغل في وظيفه حكوميه بدون ذكر الوظيفه دي، بس اتهم في قضيه اختلاس. القضيه دي انقضت يا استاذه شيماء ولا حضرتك ما عندكيش فكره؟ شهر 3 اللي سمعت انه انقضت شهر 3، سدد اللي عليه، سدد المبلغ اللي كان مختلسه. اه معلش يا استاذه صور، اتفضلي. الفلوس اللي هي خدتها مننا ده شهر 2 وشهر 3، يعني هي اخدت فلوسي في شهر 2، شهر 2 وشهر 3 وهي مشيت في 5، ودت فين فلوسنا؟ فلوس الناس دي كلها، ده مش انا بس، ده نصب عندنا في البلد اكتر من 3 مليون، احنا قرية بسيطة، نصب غير اكتر من غير 3 الناس مليون. التانية اللي حضرتك تبعك ده غير اللي تبعي. طب الناس خايفة ليه تشكي؟ ليه ما عشان مستويات وعائلة، ازاي مثلا برستيجهم يسمح ان واحدة مش معدية 26 سنة تنصب عليهم، وواحد زي دوت عنده 30 سنة ينصب علينا، ازاي يعني؟ يعني هم محرجين ان هم يظهروا للراي العام وهم منصوب عليهم من واحده عندها 26 سنه او غيره يعني، بس المهم ان هم مش عايزين يظهروا بسبب ان هم من اعيان البلد، والناس الغلابه التانيين خايفين من خالها المستشار تقريبا. من خالها المستشار وجوز خالتها لواء واخوها شغال في السياحه واخوها كتير، يعني مستويات بنت من مستوى، ازاي تنصب على ناس دي؟ عائلتها من مستوى وجوزها من عائله من يعني ايه ده؟ ايه الحياه دي بالظبط؟ طب انا عرفت يا مدام هويدا ان انت كنت مريتي بظروف صعبه كده في انا النص. بنتي توفت بسببها، انا كنت بنتي كانت مريضه، كان يعني عندها ايه بنتك؟ فلوس، انا بنتي تعبانه عايزه اعمل لها عمليه في عينها، حاضر بكره بعده. كانت قد ايه بنتك الله يرحمها؟ 14 سنه. وكانت عارفه ان هي مريضه وان الفلوس دي في علاجها؟ وانا معايا كلام كتير على الواتس ومحادثات ومعايا تسجيلات ليها تثبت حقي. الكيسوس دي والفويس مسج او الفويس كولز اللي مع مدام هويدا كلها معانا، بس طبعا مش هنقدر نعرضها لان مفيش تصريح بالكلام ده، بس هي قصدها ان كان في اثباتات بتثبت انه حصل الكلام ده منها، وكانت بتقول لها انا بنتي تعبانه ومحتاجه الفلوس دي. مطلت معاكي قد ايه مثلا؟ هي مشيت في شهر 5، مشيت حوالي 15/5، هي خدت الفلوس مننا في شهر 2 و3، في 4 فين الفلوس؟ فلان عايز فلوس، عايزين الفلوس يا نورين، حاضر بكره بعده، فجاه لقيتها مشيت. طب انت يا استاذ احمد انا رحت له البيت في رمضان، استاذ احمد انت مشيتها ليه؟ طب اما انت عارف كده. بنتك الله يرحمها ماتت في شهر كام؟ 1/8. يعني هي اخذت منها الفلوس في 3 وبدات تطالبها في 4 و5، والبنت الله يرحمها توفت في شهر 8 بعد اهمال 4 شهور عشان الفلوس ما اتسددتش. قبل ما نتطرق لاستاذه شيماء وايه الاجراءات القانونيه اللي خدتها، معانا مكالمه تليفونيه من احد المجني عليهم امتنعت ان هي تقول اسمها، وهنعرف ليه دلوقتي. اتفضلي حضرتك على الهواء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا دكتور. ايه انا طبعا احد اقارب المشكو فيهم، فعشان كده انا ما حبيتش ان الاسم يظهر وكده. يعني حضرتك قريبه المتهمه اللي مدام هويده بتتكلم عنها؟ ايوه بالظبط. تمام، طيب احنا مش هنقول اسم حضرتك ولا هنعرضه، بس حابين نعرف منك ايه اللي حصل. حضرتك احد المجني عليهم مش بس قريبتها، مظبوط؟ ايوه بالظبط، ويعني انا ووالدتي يعني وخطيبي، بس انا هتكلم عن نفسي يعني. طب اتفضلي. هي طبعا ابتدت تقنعني بالشغل وانه في شركه وفيها بتعمل اكسسوارات والعاب واحجار كريمه زي كل الكلام اللي قالته كل الناس، واقنعتني بيه واديتها مبلغ مالي انا ووالدتي، يعني انا كنت واخده المبلغ ده من والدي واديته لها على اساس ان هي تشغلهم زي ما هي قالت لنا وكده. فعلا هي اول 3 شهور اديتنا ربح، وبعدين تاني 3 شهور كمان اديتنا ربح، لان انا اديتها الفلوس في 2018 شهر 10 2018. يعني بعد اصلا مدام هويدا بكتير؟ لا قبل ايه؟ قبل 2019. انا في اواخر 2018. انا في شهر 12. اخدت منك مبلغ تقريبا كده كام يا مدام يا دكتور؟ 200,000. 200,000 ده من حضرتك بس ولا من باقي الناس اللي بتتكلمي عنهم؟ لا مني انا بس.
وكانت ايه بتتكلم معاكي تقولك ايه؟ حضرتك بتقولي ايه؟ الو، حضرتك بس وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. ايوه يا فندم معاك. إيه، اخدتهم منك على مراحل ولا اخدتهم مره واحده؟ لا لا، اخدتهم على مراحل. كانت مثلا تقول لي في شغلانه اكبر هاتي كذا فاديها زياده، فتقول لي المكسب هيزيد. اول 6 شهور كانت ماشيه مظبوطه، خلت ان الواحد يثق فيها جدا، وطبعا ما المبلغ كانش في زاد. اي حاجه. ايه، وطبعا المبلغ زاد، بقيتي بتزودي فلوس. ايوه بالظبط، لغايه لما وصل ل 200 ألف. بس بعد كده بقى يعني جه والدي اقترح عليها ان هي تكتب له ورقة بالمبلغ، طبعا رفضت وقالت ما اقدرش، وعشان محدش، لو عايز فلوسك خدها، يعني لو عايز الفلوس خدها، بس انا ما اقدرش اكتب ورقة علشان خاطر ما ينفعش حد يجي في وقت فجأة كده يروح يشتكيني عشان عايز فلوس والشغل ما يبقاش لسه خلص. استاذ محمد، الكلام ده قانونا اصلا منطقي نعم يعني؟ طبعا تمام. بالظبط. طب حضرتك ال 200 ألف دي اللي كانت منك انت بس، لكن لا من والدك ولا والدتك ولا خطيبك، يعني في فلوس تانية عندهم هم؟ هي لا، هو هي اللي انا الفلوس دي هتكلم اللي عنه. هي انا واخداها من والدي. بس والدتك وخطيبك مبالغ والدتي تانية وخطيبي غيره. مبالغ تانية خالص، يعني انا والدتي 300 وشوية. طب حضرتك اتقدمتي بشكوى يعني، بلغتي انا او قدمت بشكوى. هو بصراحة احنا ما لجأناش للشكوى في الاول، احنا اتكلمنا معاهم. يعني انا والدي اتكلم مع جوزها وقال له جهز لي الفلوس، وقال له حاضر وماشي، وبكرة بعد الأسبوع الجاي الشهر الجاي هولد، أما أخلص لما أرجع حاضر. كل الكلام ده مماطلة مماطلة، لغاية لما اتكلمنا مع الأهل الكبار يعني، وقالوا لنا إن هما ما يعرفوش عنها حاجة. مع انكم عيلة واحدة يعني، تقريبا بيقولوا ان هي اختفت، مش عارفين ايوه بالظبط، بنتهم لكن او عرفنا في. بعد كده ان هي موجوده في بيت مامتها عادي، وجوزها على تواصل معاها، وما فيش اي حاجه يعني. تمام. بس محدش فيهم اتكلم معانا، ولا حتى يعني قالوا لنا مثلا هنشوف الموضوع او هنحاول نسد اي جزء من المبلغ، ولا اي حاجه من ديت. ما فيش اي حد اتواصل معانا باي طب شكل من معلش الاشكال. يا دكتور، بس عشان يكون في مصداقية في الموضوع شوية، حضرتك قريبة المجني عليهم وقدمتي بشكوى بالفعل، بس ممتنعة انك تقولي اسمك، ممكن نفهم النقطة دي من حضرتك؟ هي بس هم عشان بيضغطوا على اهلي بموضوع القرابة وصلة الدم والكلام دوت، فانا مش حابة ان الموضوع يكبر. عايزين ان انتوا تتنازلوا، ما يبقاش في قضية. بالظبط، ان هو لا، هم الفكرة ان هم مش عاوزين احنا يبقى في اتهام لجوزها، لان هو ما خدش مننا فلوس ولا اتفق معانا، وهو بيقول انا ما كنتش اعرف اي حاجة عن المواضيع دي، بس انا كنت باخد منه فلوس. يعني هو كان بيديني من الارباح، فانت بتديني من الارباح على اي اساس انت ما كنتش عارف مراتك بتشتغل في ايه، او بتاخد من الناس فلوس ليه، او بتدي للناس فلوس ليه؟ مش لازم بتاخد ليه، يمكن انت ما شفتش وهي بتاخد فلوس، بس شفت وانت بتدينا فلوس. انت بتدينا الفلوس دي على اي اساس؟ تمام. طيب انا بشكر حضرتك جدا، وهنتواصل معاكي اكيد مرات تانية علشان نعرف منك اخر تطورات اللي حصل معاكي. استاذ محمد، حضرتك عندك اي تعقيب على الكلام ده؟ هو الواضح من كلام المجني عليهم ان حاله جريمه النصب دي حصلت، او توظيف الاموال دي، خدوا منهم الفلوس عشان خاطر يسددوا بيها جريمه الاختلاس. تدليس، جريمه اختلاس، ان هم يعني بياخدوا بينصبوا عشان يسددوا جريمه اختلاس تانية خالص. وكده لاحظنا كمان ان في المجني عليها الدكتور كان بيتكلم دلوقتي دي احد الاقارب، بس مدام هويدا مش من القرايب دي خالص. تعتبر دي دعوه عامه، دي كده في الحاله دي دعوه عامه للجمهور، ده يعتبر في الحاله دي ده توظيف اموال. والمشرع حذر على اي جهه او اي اداره ان تاخذ اموالا من الجمهور عن طريق اي عمله او اي وسيله تحت اي مسمى لغرض استثمارها او توظيف اموالها او حتى الاشتراك فيها، الا اذا كانت هذه الشركه من الشركات المساهمه التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام المقيده في السجلات، لذلك في هيئه سوق المال، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنه 88. ولكن معلش استاذ محمد، بس اتفضل. قبل ما نسرق للموضوع ده، هو الكلام واضح ان هو كبير كده شويه، واحنا مش عارفين نجمع، بس هنفهم كل الكلام ده مع بعض. اسمعوا بس النصوص دي زي ما هي بتتقال كده، علشان لما تفهموا الكلام هتعرفوا انه في حاجات اسس كده قبل ما حد يدي لحد فلوسه المفروض ان احنا بنمشي عليها.
اتفضل حضرتك استاذ محمد. زي ما وضحت لحضرتك ان لازم تكون الشركات توظيف الاموال وهي تشتغل كشركه توظيف اموال لازم تكون خاضعه للقانون 159 لسنه 81 وهو قانون تاسيس الشركات المساهمه، اي انه يجب ان تكون الشركه المساهمه ان تطرح اسهمها في الاكتتاب العام وان تكون مقيده في السجل المعد لذلك في هيئه سوق المال. ثاني حاجه ان هو لازم يكون في عقد تاسيس الشركه من البدايه ان يكون اصلا غرضها توظيف الاموال في عقد الشركه المساهمه ذات نفسها. تمام. يعني يكون الغرض من شركه لعب الاطفال او الاحجار الكريمه اللي المشكو في حقها عملتها ان هي اصلا بتشغل الفلوس. بالظبط. ده مؤيدا انت رحتي المحامي وشفتي الكلام ده ولا لا؟ لا طبعا ما رحتيش غير بعد كده. زي ما انا هم الناس عطتني ثقه انا عطيتها ثقه. احنا بلدنا كده وفعلا الشعب المصري المفروض يتبع القانون. تمام. عشان ما يجيش نفس المشكله. خلونا نسمع الاول استاذه شيماء حضرتك محاميه المجني عليها الاولى مدام هويده ومحاميه مجني عليهم تانيين هنتطرق ليهم دلوقتي، بس في البدايه كده عرفيني لما مدام هويده جت لحضرتك ايه اول اجراءات قانونيه اخذتيها؟ اولا لما مدام هويده جت حكت لي الموضوع كامل، اول حاجه لجأت ان انا اقدم شكوى للنائب العام. النائب العام وكتبت مذكره، النائب العام اخذ المذكره وصدرها لاسم شرطه بندر المانيا. اسم شرطه بندر المانيا لاتخاذ اللازم قانونا. استدعوا المجني عليهم واستدعوني عشان ياخدوا اقوال المجني عليهم، لانه مدام هويده مش اول واحده. في تاني غير مدام هويده؟ وحضرتك برضو المحاميه؟ انا المحاميه بتاعتهم. عندي مدام هاله ومدام سناء واستاذ خالد عصام خطيب الدكتوره اللي اتصل. يعني برضو في صله قرابه بينهم وبين المشكو في حقها. وحضرتك اتسالتي في نيابه عن كل دول؟ اتسالت عنهم. اولا مدام هاله دي تبقى مرات عم المشكو في حقهم. يعني مرات عم اللي هو زوج احمد المشكو في حقها والمشكو في حقه التاني. برضو دخلت عليهم بحيلة ان هي عندها برضو شركه اطفال لعب اطفال واكسسوارات واحجار كريمه وحاجات من دي، وبدات تعرض لهم وفي برضه معانا سكرين شوت بالصور وكل حاجه والخواتم وكده. طبعا اقنعتهم، يعني معلش هي عندها برضه يعني هي شكلها اصلا نصابه محترفه، ان تقنع بلد كامله ان هي تقدر تاخد منهم الفلوس دي، ويعني معلش مش 1000 ولا 2000 لا، دي واخده منهم يعني عندي مدام هاله دي 350000 جنيه. وبرضه لماها من ناس زي مدام هويده كده ولا مدام هاله؟ لا شغاله في السعوديه. فعلشان كده 350000. عندك خالد عصام 270000 برضو. خالد برضو من عيلة وفي السعودية. برضو قعدت مع خالد واقنعته ان هي هتبيع وتشتري وكده وارباحه كويسة وديتهم ارباح. خالد ده كان بينزل من دمياط عشان ينزل ياخد منها الارباح، بدأت يعني تتمطل معايا، لا مش موجود النهارده، طب خلاص بكره اجيبها لك كده، لغايه شهر 5 امتنعت تماما ان هي تدي اي حد. 5 اللي فات. لما زوج مدام هاله اتصل عليهم وقال لهم خلاص احنا هناخد عليكم شيكات بكده، قالت لهم لا انا مش هقدر امضي شيكات، واللي عايز فلوسه ياخدها. قال لها خلاص هاتي لي فلوسي، هاتي فلوس المدام، هاتي فلوس بنتي، هاتي فلوس خطيبها. قالت له حاضر وهجيبها لك. بدات المماطله شهر يوم واثنين واسبوع وشهر، بعد كده مشيت تماما. جوزها اختفت. جوزها كان بيروح، طبعا طبيعي هيروح عند عمه، هو اللي كان بياخده السلم ويستلم الفلوس، بيستلم منهم، بيستلم من عمه ومرات عمه وبيسلم لهم الارباح بتاعتهم، خدوا منها ارباح مره واثنين، بعد كده خلاص سابت اختفت. قعدت في القاهره هنا. طب استاذه شيماء هو يعني ايه اختفت؟ يعني انا مش مستوعبه فكره يعني ان انا هختفي بالنسبه لعيلتي. هي بصي هي ماشيه بمبدا انا والله انا خالي مستشار ما حدش هيقدر يكلمني، بس معلش ما فيش حد بيعلن القانون. اكيد اكيد طبعا. طيب حضرتك خط سير التحقيقات اللي انت اتسالتي فيها بالنيابه عن المجني عليهم التانيين ومدام هويده اتسالت فيها، ايه اللي حصل فيها؟ اللي حصل فيها ان هي دلوقتي طلعت تحريات ومستنين التحريات بعد ما تيجي. والتحريات طبعا لحد دلوقتي لم يستدل عليهم. مش عارفين يجيبوا لسه طالعه تحريات 3/11. تمام. 3/11 ده يعني لسه من اسبوع او من 10 ايام بالكتير. طيب دلوقتي بس قبل ما نطلع فاصل او قبل ما ناخد المكالمه التليفونيه الجايه اللي برضو من احد المجني عليهم، خلينا كده نلم اطراف الموضوع مع بعض. المشكو في حقها نورهان نصبت على مدام هويده وادعت ان هي صاحبه شركه لعب اطفال، واحنا لحد دلوقتي مش متاكدين هي صاحبه شركه لعب الاطفال دي ولا لا، بس ما بيتهيأليش ان ده هيغير من تكييف الواقع في شيء. مظبوط يا استاذ محمد؟ تمام. وجوزها كان بياخد فلوس من الناس وبيسلم ارباح للناس في اول شهرين.
نصبت على الست والست جابت فلوس من الناس اللي حواليها علشان برضو يعني يشغلوا فلوسهم وهي تبقى وسيط. مدام وايدة حضرتك مضيتي على ورق للناس دي؟ مضيت بعد ما الناس عرفت اللي حصل وانا حكيت لهم. مضيت على كل بوصلاته. حد بدأ يشكو في حقك بالوصولات دي؟ كله بيطلبها. انا في ناس مواعيدها في شهر 12 عايزين فلوس في شهر 12، ولو ما دفعتيش الفلوس طبعا هيعمل الاجراءات القانونيه. طب اجيب منين؟ مفيش. مدام هويده للاسف الناس اخذت عليها وصولات ومضت على الفلوس اللي هي اديتها لها، بس هي ما عملتش ده مع المشكو في حقها، لان هي كانت بتعتبرها على حد قولها محل ثقه، بما ان في ناس من اعيان البلد ومكانات علميه رفيعه على فكره اتنصب عليهم زيها. قبل بس ما نطلع الفاصل هنوه عن ان في مجني عليها تاني بتتواصل معانا من ضمن الناس اللي برضو تقدموا بشكوى ضد نفس المشكو في حقها، هناخد مكالمتها بعد الفاصل، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. والقضيه اللي لحد دلوقتي في معانا في الاستوديو بس اربع مجني عليهم، الدكتوره اللي اتصلت بالتليفون ومدام هويده والاثنين اللي اتكلمت عنهم استاذه شيماء، واللي لسه في حد تالت هتتكلم عنه. في معانا مدام بطه نبيل احد المجني عليهم لنفس المشكو في حقها واللي تعرضت لنفس المشكله. خلونا نسمع منها ايه اللي حصل معاها. مدام بطه اتفضلي. الو الو مساء الخير، اتفضلي مدام بطه. أهلا بيكي. حضرتك اتعرضتي لنفس المشكلة مع نفس المشكو في حقها نورهان؟ أيوة، أنا كنت أم عصام مدام هويدة صاحبتي جدا، فاتقابلت مع نورهان دي عندها مرة أو اتنين كده يعني. استأذن حضرتك بس تعالي صوتك شوية. مدام هويدة صاحبتي جدا، تمام. فاتقابلت مع مدام نورهان دي عندها مرة أو اتنين وكده، وعرضت عليا الشغل. ففي الأول ما اقتنعتش وما قيدتش الموضوع، بعد كده هي خدت رقمي عن طريق ان احنا قعدنا مع بعض وبدات تقنعني بالكلام. فبالصدفه حصلت ان انا كان عندي حته ارض وبعتها، فما توفقتش ان انا اشتري، فقلت اشغل فلوس شهر واثنين وثلاثه، فاديتها المبلغ. ففي اول مره اعطتني ربح، اول شهرين اديتني ربح حوالي 7 ربح معين يعني اديتهولي. كام الربح؟ كام الربح؟ اتفضلي. اديتني حوالي 7000 جنيه. والمبلغ اللي كان مدفوع؟ 250. اديتك 7000. اه تمام، كملي حضرتك. بعديها ما اديتنيش تاني، جه معادها جه معادي شهر برضه اختفت تماما. انا هولد، انا هعمل كده ها. فحصل ان هي اختفت اجابت وضع وكده، وما جت. بدانا نروح لها مكانها عند بيت ابوها في مصر وكده، وما عرفناش نوصل معاهم لحل وكده يعني. بدانا نحس ان احنا اتنصب علينا يعني. عامه اهلها كانوا بيقولوا لحضرتك ايه؟ لا، هي كانت دخلت علينا بدور البرستيج العالي، وان من عائلات البرستيج العالي البرستيج يعني ذكت وغنى وكده يعني. وطبعا اهلي على مستوى تقدر تقنع اللي قدامها، خالي جوز خالتي. القصه دي طبعا سالنا في ناس من البلد هنا اعلى من مستواي، انا ومدام هويده داخلين معايا ذو علم ودكاتره جامعه. فطبعا اطمنا، خدنا احنا امان اذا كانت الناس اللي هي احد الطرق الاحتياليه يعني، الناس اللي هي الغنيه دي داخله معاها، احنا مثلا اللي على قدنا هنخش نستفيد. فدخلنا بنيه المكتب وكده يعني، مفيش اي حاجه. بعد كده اختفت بتمام، الله اعلم، يا ممكن تكون خافت من الناس المستويات دي وخدت الفلوس مننا احنا اديتها للناس المستويات دي. طب بس اكيد لو ده حصل كان هيبقى عندكم علم يعني، في حد من الناس دي اخد فلوسه، حتى اصحاب المكانات العاليه اللي حضرتكم قلتوا عليهم؟ هم ما خدوش، ومحدش راضي يشكي. هم عشان خاطر هم يعني هي فلوسهم اصلا، ويعني هم غني اصلا، فمش فارق معاهم المبالغ، وسبتوا عندهم سمعتهم اهم حاجه، ما حدش يقول على الناس اللي من العيله دي ان هي اتنصب عليهم. اه بس انتوا بقى المشكله بالنسبه لكم انتوا، ان انتوا يعني شقه عمرنا وغلبنا ويعني حياتنا في الدنيا كده، وان دي حته ارض كانت عندي وكنت عامله ان انا هشتري بدالها، ما توفقتش في مكان تاني. ف يعني بعتها مثلا، هي ما كانتش عجباني مكانها، فما توفقتش في مكان تاني، فدخلت الفلوس دي في الدنيا تقعد شهرين ثلاثه واخدها. طيب مدام بطه، الناس الكتير اللي بيتكلموا عنهم الاستاذه شيماء ومدام هويده واللي حضرتك كمان نوهتي عنهم، مفيش منهم حد اخد فلوسه خالص، تفتكري هي لمت الفلوس بتاعتكم دي كلها وراحت بيها فين؟ يعني ممكن تكون خرجت بره البلد مثلا، ولا انتوا ايه اخر حاجه وصلتوا لها؟
يعني هم بيقولوا يعني مش عارفه والله هي راحت فين عامه، بس هم طب على اخر حد اتعامل معاكي قال لك ايه؟ يعني اخر حد من طرفها قال لك ايه؟ لا 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 هم بالعكس، لان هم ما فيش اي حد بيتعامل معانا، احنا متجاهلين، احنا كنا مستنيين حد يتعامل معانا حتى ويقول لنا فلوسنا ناخدها ازاي، ما حصلش الكلام ده خالص. ما حدش اتواصل معاكوا خالص ولا حاول يحل؟ لا هم كل اللي بيعملوه دلوقتي اهلها جوزها مش عارفه ايه، احنا مالناش دعوه بيها. طب ازاي انت جوزها، انت نفسك جوزها موظف عادي بتاخد لك مرتب ما يزيدش عن 2000 جنيه، كنت عايش في برستيج وحفلات ولبس، ازاي ما سالتش مراتك ده كله منين؟ انت عارف كل حاجه. هو تقريبا بيشتغل في وظيفه حكوميه مظبوط؟ واضح ان هم كانوا مركزين على موضوع البرستيج العالي في التربيه والتعليم. وكان متهم في قضيه اختلاس من التربيه والتعليم؟ اكيد احنا سمعنا كده عن طريق احنا معناه، يعني كان الشغل بتاعه هو موجه مالي واداري وسدد المبلغ اداري، فالمبلغ ده مثلا مختلف من المكان ده، احنا سمعنا كده. حضرتك اتقدمتي بشكوى في النيابه؟ نعم. حضرتك اتقدمتي بشكوى في النيابه واتسالتي؟ ايوه طبعا. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ يعني في من حوالي شهر خمسة ومن شهر خمسة وستة وسبعة واحنا بنحاول نتعامل معاها، بعد كده مثلا دخلنا ان احنا قررنا نمشي ونجمع بعضينا وكده ونقدم بشكوى وكده. وتقدمتوا بالشكوى دي امتى تقريبا؟ اتقدمنا بالشكوى دي اول الشهر ده من حوالي 10 ايام كده. يعني لسه من قريب، بس كل الشهور اللي فاتت دي كنتوا بتحاولوا تحلوا معاها ودي. ما حدش استجاب معانا ولا ادونا اي اهتمام اساسا، وكانهم ما فيش حاجه اتعملت، وكان الفلوس دي مش بتاعت ناس ولا اي حاجه، ولا ناس تعبانه فيها ولا شقيانه فيها ولا اي حاجه خالص. مدام بطه خليني اكد على حضرتك، انت مالكيش اي صله قرابه بيهم، يعني انت من الجمهور اللي هم عملوا له دعوه عامه علشان يغروا بانه يشارك في الموضوع ده. هي اساسا سبب دخولها القريه عندنا احنا هنا، ان هي دخلت التعليم المفتوح وتعرفت على حد ما وعرفها، دخلها العائلات، يعني تعرفت على حد من العائلات ودخلت بقى البلد وبدات تعمل دعوه ليكم بان انتوا تشغلوا فلوسكم معاها. يعني طبعا كلنا هنا كقريه مثلا عائلات، مثلا انا ممكن واحده من عائله تعرف واحده من عائله، بدات تنتشر في العائلات الثانيه. ايه نظام القرى؟ نطاق المجتمع القروي ضيق شويه. ومثلا بيبقى معروف ان القريه دي مثلا اربع خمس نجيل. مدام بطه انا بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله تقدروا تاخدوا حقكم، وباذن الله يعني القانون هياخد مجراه. خلوني ارجع لاستاذه شيماء واسالها عن مين تاني حضرتك من مجني عليهم اللي اتسالتي عنه. عندي سناء عبد الباري عبد الله، دي برضو من ضمن المجني عليهم، ودي برضو اديتها مبلغ 220,000 جنيه. لكن حضرتك ما فيش حد من الناس اللي انت اتسالتي عنهم الثلاثه دول جيب نفسه واشتكى، يعني انت كنت بتتسالي عنهم بالنيابه عن التوكيل؟ هو بصراحه سناء دي عامله لي توكيل وكانت جايه تشتكي بنفسها، بس حصلت ظروف عندها وانا اللي اشتكيت. طيب مدام هاله اللي لسه استاذه شيماء بتتكلم عنها معانا على التليفون من السعوديه احد المجني عليهم. مدام هاله لو سمحتي اسمعينا من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ايوه انا مدام هاله اللي دخلتني نورهان معاها على اساس ان هي بتعمل سبح وبتعمل، وحذرتها اوعي تكوني بتدخلي في حاجات ربويه او حاجات محرمه، احنا مش بنحط فلوس في البنك، بنخاف من الربا. طبعا هي قالت لي لا والله، وديتني سبحه، طبعا تعتبر اغلى سبحه على راي عادل الامام. كلفتك كام السبحه يا مدام هاله؟ سبحه من اللي انا بعملهم وكلام من ده 450,000 350,000. دخلت معاها ودخلت لي برضه عن طريق التامين، ومش التامين والكلام ده، وخدت مني مبلغ 7200 تامين، وبعد كده بقى خدت مني المبالغ الكبيره للي هي اللي قلت لها يا نورهان انا مش بحط فلوس في البنك، مش بنحب الحاجات الربويه. طبعا اكدت لي ان هي 100% بتتعامل بما يرضي الله، وان هي بتتعامل مع ناس كبيره ودكاتره في وجواهرجيه وناس بره في الكويت، وعملت لي البحر تشين. المهم قلت لها اذا تدين بدين تكتبه، قالت ده مش دين، ده شراكه وانا هاخد نسبه وحضرتك بتاخدي نسبه والكلام ده. قلت لها حتى لو شراكه لازم، قالت لي ده احنا اكتر انت واحد مش انت بس، ولو كتبت الواحده ورق ممكن في اي وقت تطالبني، وممكن ما يكونش معايا المبلغ، يعني احنا قرايب واحنا اهله، وجوزي عارف كل حاجه. جوزها عارف كل حاجه. المبلغ بثقه، و
اديك مره واديكني الثانيه واديكني الثالثه وفي الاخر بقى ايه مماطله. الفلوس في البنك، البطاقه بتاعتي ضاعت، بعمل بطاقه صاحبتي في البنك اتوفت من شهر 12 السنه اللي فاتت ولا اي شيء. طلبت راس مال، قلت لها عايزه منك 190,000 انا هعمل عمليه ومحتاجه المبلغ بكره بعده. يا طنط في واحد اصل كان هيدخل الشيك وقعد فلوس، يا طنط بكره بعده، يا طنط ايه المسيحيين ما اعرفش ايه. فضلت مماطله لحد وقتنا الحالي ما خدتش منها. دي اخر حاجه نظريه تاني كنت عاوزه تنصب فيها عليا، اني هعمل ميداليات صواريخ، ميداليات صواريخ يا طنط، وهدخل المبلغ وهتاخد كذا وهتعمل القشطه والكلام من ده. ودخلت معاها مبلغ قلت لها على اولاد اخويا ايتام، دخلت معاها مبلغ كمان اخر حاجه 67,000. 67,000 غير المبلغ الاولاني؟ لا لا غير المبلغ الاولاني. دخل ونادى اخويا قلت لها دول ونادى اخويا خليتهم على مراحل، ادفع منهم ايجار الشقه واخد بالي منهم وكلام من ده، وعارفه ان الفلوس دي محطوطه لايتام ومفيش فايده برضه. مدام هالة حضرتك الفلوس دي شقة عمرك اللي انت عملتيه في السعودية، حضرتك بتكلميني من السعودية دلوقتي مظبوط؟ ايوه بكلمك من السعودية، وقلت لها يا بنتي انا مريض اصلا وانا حاطة فلوس علشان بدل ما احتاج للعلاج ولا احتاج لدولة، ده اللي بيجي منها تتعالج بيه وتبقى الفلوس موجودة. وعملت لي انا ايه بقى ان هي الشيخة المرحمة عشان تمتنعي يعني ان انت تحطي فلوسك في البنك ويبقى في ربا في الموضوع، فقررت انك تشغليها معاها. اه فضلنا ان هي تشغله لنا، وما توقعتش ان هي تكون نصابه للدرجه دي، ما توقعتش ان هي تنصب على ناس من اهل جوزها، ما توقعتش ان جوزها ينصب علينا. انت عارف ان مراتك نصابه تدخل عندك ليه؟ او تقول لها ابعد ابعد عني، ابعد مرات عمي، ابعد الناس دول اللي هو اهل وناس دم، اللي بيقولوا دم اللي بيقولوا دم اللي ما يعرفش دم دول، جاي دلوقتي يقولوا دم، ولما مراته نصبت علينا كان فين الدم ده؟ وحماتها تقول احنا ما نعرفش عقد حاجه لما عقدتوها ولما خدتوها ولما ايه الكلام الفاضي ده؟ او والله العظيم جوزي اول ما عطى فلوس اتصل بمرات اخوه قال لها حصل وحصل وحصل من نورمان ولا مبلغ كذا على اساس تكون حتى شاهده لو هي بعد كده فيما بعد نصبت. ومجرد ما طلبنا منها ان هي تكتب ورق قالت لا خدوا فلوسكم وادي وش الضيوف. وامتنعت عن كتابه اي اوراق ولا ادتهم يعني فلوس. اعذار اقبح من جردها. مدام يعني هيلا طيب انا بتصل بالدكتوره، انا قاعده في الشارع، انا مستنيه مش عارفه مين انا، مين انا، مين انا، الدكتوره الفلانيه بتصل بيها، الفلوس في البنك انتهت، الفلوس في البنك طلبت هطلعها، صاحبتي في البنك اتوفت، كلام كله كلام فاضي فاضي، عيد المسيحيين واجازه، عيد شم النسيب ومعرفش ايه وهكذا. مدام هالة طيب هي مفيش منها اي محاولات للتواصل معاكم، وهو بيقول ان هو ما يعرفش عنها حاجه مظبوط؟ ما اعتقدش ان في جوزي بقى قاعد في البيت مش عارف عن مراته حاجه. اكيد. طيب هو ردوا عليكم ايه؟ وده اللي غيرنا وده اللي خلينا معنا الدعوه عليها. ردوا عليكم ايه لما كنتوا بتقولوا له كده؟ لو جه فهم معانا وقال لي الامر كده وكده وكده كانت الامور عدت، لكن ده مشوره. هو كان بياخد منكم فلوس وبيجيب لكم فلوس زي مدام هويدا صح؟ لا ما خدش مني لا. طب كان بيجيب لكم فلوس؟ يعني بس كان على علم بالموضوع. انا قاعده في السعوديه لما كانت بنتي بتاخد فلوس بتروح تاخدها من عندهم بيسرقوا اللي جبالها او مراته، لكن انا ما خدتش لا خدت منه ولا اديته. هو ده المقصود ان التسليم، هو ده المقصود ان التسليم كان بيتم عن طريقه، يعني ان هو على علم بان في فلوس بتتاخد وفلوس بتروح. اه على علم، وهي قالت لنا كده، قالت لنا يوم انا قلت لها حتى يا بنتي اكتبي لنا ورقه، المفروض انت تبكي، قالت جوزي عارف كل حاجه. قالت جوزي عارف كل حاجه. اه قلت لها المفروض انت موتي، جبت فلوسها منين؟ قالت لي جوزي عارف كل حاجه. ودلوقتي هي اختفت من العيله وانتم مش عارفين توصلوا لها. ولا اختفت ولا حاجه، اعتقد ان هي اختفت، هي قاعده مطمئنه ما معهاش ورق ومحدش واخد عليها حاجه حتى تيجي على رجل. تمام يا مدام هاله، انا بشكر حضرتك جدا، شكرا على وجودك معانا. بنعتذر عن الخط انه قطع لان معانا مداخلات تليفونيه ثانيه من مجني عليهم ثانيين، بس خلوني الاول اسمع استاذه شيماء. دي مدام هاله حضرتك سالتي عنها، واستاذ خالد. استاذ خالد ده خطيب الدكتوره. الدكتوره اللي اتكلمت من شويه. دول الثلاثة اللي هم من العيلة. من العيلة. ومدام سناء. مدام سناء دي برضو أحد المجني عليهم، بس طبعا اتعرفت عن طريق مدام هويدا لأنها من نفس البلد.
برضو قدرت ان هي تقنعها، لان هي برضو قريبة مدام هويدا، قدرت تقنعها ان برضو هتقدر تشغل لها فلوسها وفيها ارباحها كويسة وكده. طبعا طبيعي، معلش برضو الانسان هقول له، هو برضو الغلط فينا احنا، الانسان طماع، كل ما بيدي فلوس بيلاقي فوائدها اكتر بيدي اكتر. مدام سناء دي دفعت لها 220,000 جنيه، 220,000 جنيه، وكانت بتطلع تقابلها في كافيتريات بره وتاخد منها. حضرتك بتتكلمي عن اسر بسيطه، اسر بسيطه جدا، بتديها طبعا 60% 50%. برضو دول يعني معلش، القرى عندنا نظام اغلبهم بيشتغل بره، بيقدر طبعا يتجمع فلوس مبلغ وعايز يستثمر، يقدر يستثمره. هي قدرت تدخل القريه دي، ان كلها عائلات، كلها اعيان بلد، كلها مراكز عاليه، اقدر ان انا اقنعهم بان انا استثمر لهم فلوسهم. طبيعي يعني، ما يعني انا لما اجي اقول ان انا ال 100,000 دي فوائدها 30,000، ما انا جات لي 30,000 في خلال شهرين. وتعدد الطرق الاحتياليه طبعا فرق كتير. كانت مدام بطه بتقول برستيج وبتاع، في ثقه. لا هي دخلت عليهم دخله جميله جدا، في ثقه، لان طبعا انا عارفه ان ده دخل وده دخل وكله قال اطمنه. في صاحبتها انتيمه نورهان دي اسمها نوره، برده مديها 1.5 مليون وبرده ما رضتش تشكي. دي انت متى؟ بس انا ما اعرفش، الله اعلم. 1.5 مليون وما رضتش تشتكي، طبعا عشان اخواتها في الكويت وكده، قدرت تجمع لها الفلوس واديتها لها، بس ما رضتش تشتكي. جوز نورهان ده احمد جه البلد بتاعتهم لما خلاص بقى الدنيا قامت عليهم، كله طلب الفلوس، راح البلد قال يا اخوانا انا ما اعرفش حاجه عن مراتي، انا مراتي نصبه، وفعلا نصبت عليكم. في اي تواصل تم بين المشكوف حقه حضرتك يعني؟ بصي، اي حد هو بعد ما انا عملت الشكوى وقدمتها للنائب العام وحلل الاسم واخدوا الاقوال بتاعتنا، طبعا التحريات طلعت والمباحث طلعت، هم عرفوا، احمد ده عرف، اهله دول اتصلوا بمدام هاله وزوجها في السعوديه، قعدوا يقولوا له الدم اللي بينا بقى ميه وخلاص، وازاي تشكو ابننا واحنا قرايب وعايزين يحلوا، عايزين يحلوا اللي هو ايه يعني، اتنازلوا. بس طبعا لا، حق الناس دي فين؟ طب ما هو علشان يحلوا هيدفعوا الفلوس. وحضرتك شفت، مش هيدفع، هيجيب منين؟ هو لغايه الان مش قايل حاجه عن مراته. بيتهيألي يا استاذ محمد من ضمن الحاجات اللي ممكن تخلي الموضوع ينقضي هو انه الفلوس تدفع. اكيد طبعا، في مرونه في هنتطرق للعقوبه والانقضاء، القضيه ممكن تنقضي ازاي، بس بعد الفاصل، وهنسمع باقي المجني عليهم. انا بس عايزه المشاهدين يكونوا مجمعين معايا كده، انتوا اخدتوا بالكم احنا ظهر معانا في الاستوديو النهارده كام حد؟ المجني عليها مدام هويدا، المجني عليها الاولى والاساسيه، وبعد كده استاذ خالد، ومدام هاله اللي اتكلمت، ومدام بطه، والدكتوره اللي منعت ان هي تقول اسمها، ومدام سناء. الموضوع كبير كبير قوي. خلونا ناخد بس اتصال تليفوني من استاذ عصام رجب. الو استاذ عصام. طيب الخط قطع، نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن العقوبة وعن ايه اللي تم مع باقي المجني عليهم. استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بنعتذر عن المكالمه اللي اتقطعت تقريبا لاستاذ سامع حوض من الدقليه، من الدقهليه تقريبا او الشرقيه حاجه زي كده، بيحاولوا الكنترول يكلموه تاني. استاذ سامح طالع بيتكلم عن ست نصبت على قريه الدقهليه تقريبا بالكامل، هنحاول نتواصل معاه تاني علشان نعرف ايه الموضوع. ومكتب ابو فنان الحديري رقمه على الشاشه، حضرتك تقدر تتكلم معاهم وهم يتبنوا القضيه. استاذ سامح هنستنى اتصال حضرتك مره تانية. استاذه شيماء، حضرتك يعني اتكلمتي عن مدام سناء ومدام بطه ومدام هاله، كل الناس دي، تكرار المشكو في حقهم الكتير قوي ده ما حركش القضيه بشكل اسرع؟ حرك طبعا الداخليه، وقدروا ان هم يوصلوا للشغل بتاعه، والدليل على كده ان هم راحوا له هناك او استفسروا عنه، وهو عرف بكده، واهله اتصلوا باهل بالمجني عليهم في السعوديه. طب لما ده حصل، في مجني عليهم من التانيين الكتير قوي، في مجني عليهم بداوا يتواصلوا معانا، وبالدليل كده ان احنا عملنا شكاوي تاني امبارح، بداوا يتواصلوا مع حضرتك في النيابه النهارده. يعني في ناس النهارده في النيابه، مجني عليهم أيوة، بيسالوا عن نفس المشكوك في اسم الشرطه، والنهارده رايح النيابه. دول بقى غير الناس اللي تابعه مدام هويدا خالص، واللي هي جايبه منهم اتنين فلوس. اتنين تاني دول برضو من ضمن برضو المجني عليهم. طيب استاذ سامح قدر الكنترول ان هو يوصل له؟ استاذ سامح اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، حضرتك بس وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. اتفضل. مع حضرتك سامح العتباني من الدقهلية تقريبا؟ من الدقهلية. اتفضل حضرتك.
انا دفعت 30,000 جنيه لشركه اسمها شركه ادم كيو، تابع لشركه كيونت. شركه ادم تيو كيو 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 ادم كيو شربين، مركز شربين الاهليه. تمام. دفعت 30,000 جنيه مقابل شغل وظيفه. ان انت تتوظف عندهم يعني؟ نعم. ان انت تتوظف عندهم؟ اتوظف عندهم مقابل ان انا اخد 700 جنيه كل اسبوع. تمام. تمام. فلما دخلت الشركه ودفعت 30,000 جنيه قال لك لازم تحضر معانا كل يوم 3 ساعات. ايه هم 3 ساعات؟ قال لك تتعلم ازاي تشتغل معانا في الشركه. لما دخلت قلت خلاص ماشي، بقى شغل جد وكلام من ده. تمام. دخلت وقعدت كل يوم 3 ساعات افوجئ اللي انا بتعلم، اتعلم ازاي انصب اجيب حد يدفع 30,000 جنيه زيي مقابل ياخد فلتر محسوب عليا ب $700، يعني حوالي 18,000 جنيه فلتر ده. تمام. تمام. فلما دخلت الشركه ودفعت الفلوس 30,000 جنيه، فين الشغل يا جماعه؟ قال لك هو ده الشغل بتاعنا، ان انت تجيب ناس يدفعوا 30,000 جنيه نظام شجره. أربعة يجيبوا أربعة ويستفادوا. أنا لو أعرف الموضوع كده من الأول ما كنتش دخلت. لكن مفيش شغل أساسي، يعني مفيش حاجة أساسية، مفيش منتج معين، مفيش وظيفة حقيقية بتأدوها. مفيش. بعد ما دفعت 30,000 جنيه عرفت القصة كلها بقى. إن حضرتك بتجيب حد يدفع نفس ال 30,000 جنيه ويعمل نفس اللي أنت بتعمله. أيوه، نظام شجرة، أربعة يجيبوا أربعة، أربعة يجيبوا أربعة. هي الشركة نفسها بتشتغل في ايه يا استاذ سامح؟ بيشتغلوا في ادوات تجميل حريمي سليم وفلاتر فلتر. تمام. بس طبعا الحاجات دي حضرتك مش بتشوفها خالص ولا بتمارس شغلك فيها. اي حاجة. قال لك اسمه تسويق شبكي. ايه هو التسويق الشبكي؟ طب ماشي اسوق، ماشي اسوق فين بقى؟ فين البضاعة؟ فين اللي انا بسوقه؟ فين المنتج اللي انا بسوقه؟ فين اللي انا بسوقه؟ قال لك انت اللي بتسوقه اللي انت بتجيب عملاء يدفعوا 30,000 جنيه ياخدوا الفلتر او التجميل، يختاروا حاجه من الاثنين. هو ده التسويق؟ قال لك هو ده التسويق. وبعد ما بياخدوا دي يعني باقي 30,000 جنيه بيعملوا بيهم ايه؟ نعم. بيعملوا ايه باقي 30,000 جنيه؟ يعني ايه النفع اللي رجع عليهم؟ مفيش اي حاجه، انا ما خدتش اي حاجه، ما خدتش ولا شيء. تمام. طبعا حضرتك ما كانش عندك فكره خالص عن الكلام ده. لا 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 لا. اتعامل مع ناس كتير غيرك. معايا حوالي يمكن اكتر من 40 واحد من القرية بتاعتي. اكتر من 40 واحد. قرية بطرة. بطرة مركز طلخة، والشركة ديت في مركز شربين. مركز شربين. اسمها ادم كيو. تمام. الشركة دي بتاخد منكم 30,000 جنيه مقابل ربح وهمي، بس بعد كده بتشتغلوا في التسويق الشبكي لنفس الحاجة، ان انتوا تجيبوا ناس تدفع نفس الفلوس وسلسلة من النصب لا تنتهي. نظام شجرة، اربعة يجيبوا اربعة، اربعة فين الاربعة؟ هجيب مين اربعة؟ طب معلش استاذ سامح، وانت بتجيب الاربعة دول بتبقى بتقول لهم ايه؟ يعني بتقول لهم تعالوا ادفعوا 30,000 جنيه ليه؟ بيقول لك لازم انت ما تتكلمش معاهم، هات انت بس العميل واحنا نتكلم معاه. انا استحرام، قلت لا اكلها اكل عيالي حرام. حضرتك بتبقى عارف لما هما بيتكلموا معاهم بيقولوا لهم ايه او بيفهموهم؟ أيوة. ليه 30,000 دي؟ ليه بقى؟ ما جبتش، انا ما رضيتش اجيب، انا اصلا ما اقتنعتش بالكلام، خفت لان اللي هجيبه هيتعمل فيه زي اللي اتعمل فيها كمان، لان 30,000 جنيه انا عامل منهم كارد وشالفهم. تمام. خفت لان اللي هجيبه كلهم اصحابي، فانا ما عنديش استعداد لاكثر اصحابي. ايوه مفهوم. حرام اكل عيالي حرام. مفهوم طبعا. الموضوع انا قعدت في السوق شهر كل يوم قاعد معاهم 3 ساعات اتعلم انصب ازاي، اتعلم انصب ازاي. سبتهم كده طالب فلوسي، قال لك مفيش حاجه عندي، ورحت اقدم. مفيش طبعا وصله او حاجه وانت بتدفع الفلوس دي، ان انت مدي لهم الفلوس دي. نعم. مفيش وصله او عقد بينك وبين الشركه. ممضيني على ورق لصالحهم هم مش لصالحي، ان انا ماليش حاجه عندهم. طب قدمت شكوى للمبعث الامويه العامه. ايه اللي تعمل في الشكوى دي؟ نعم لسه لغايه دلوقتي شغال، وشغال تبع الرقابه الاداريه في رئاسه الوزراء في مصر. بس اكيد حضرتك نعم. عندك بيانات للشكوى دي؟ عندي كل حاجه. تمام. استاذ محمد هيتواصل مع حضرتك بعد الهوا بنيابه عن مركز ابو فنون الحضيري، ويتكلم مع حضرتك في باقي التفاصيل وياخد منك البيانات ويتابع مع حضرتك ونشوف ايه حكايه الشركه دي. بنشكر حضرتك يا استاذ سامح. قضية نصب دي مش تبع موضوعنا خالص النهاردة. بس حضرتك الحاجة، أنا بالفعل اتعرض عليا أنا شخصيا كان نوع من أنواع الشركات ديت. هو دوت بيبقى عبارة عن إيه؟ بيجي اتنين، واحد أو اتنين أو تلاتة، بيجي يقعدوا معاكي
يقعدوا يقولوا لك ان انت هتشتري هتدفعي مثلا مبلغ كذا، هتاخدي بناء عليه منتجات، والمنتج دوت خلاص انت بتاخديه. طبعا هو يعني بيبقى سعره قليل جدا عن المبلغ المدفوع، بس بناء علي انا بقى المفروض يبقى مكسبي ايه؟ بجيب اربع اشخاص تانيين بيدفعوا نفس المبلغ عشان انا مكسبي يبقى من الاربع اشخاص اللي انا جبتهم. بس ده نوع من النصب برضه. اكيد طبعا ده نصب واحتيال طبعا. ويجي بعد كده الاربع اشخاص دولت عشان خاطر هم يكسبوا لازم يجيبوا اربع اشخاص تانيين، والاربع اشخاص تانيين عشان هم يكسبوا لازم يجيبوا اربع شجرة. اشخاص تانيين. هي بتبقى بالطريقه ديت. والمفروض ان في بقى ايه؟ كل واحد بيجي يدفع مبلغ 30,000 جنيه على كل واحد بقى عمل الشجره ديت او جاب الاربعه دولت، بياخد نسبه من الفلوس اللي الاربعه دولت جابهم. لكن هو في الاول وفي الاخر ديت طرق احتياليه ونصب. طبعا الناس بقى اللي بتيجي توضح لك الفكره ديت بيبقوا بارعين جدا 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 في طريقه الالقاء والمكالمات، لدرجه ان انت ممكن تقتنع بالكلام بتاعهم كويس قوي وانت قاعده معاهم. يقول لك يا فندم انت في خلال سنه لو انت حطيت ال 30,000 جنيه في مشروع تاني هتكسبي كذا كذا، لكن لو احنا معانا احنا هتكسبي ارباح اعلى من ان انت تكسبيها مرتين ثلاثه وانت قاعده في بيتك ما بتعمليش حاجه، كل اللي عليك انك تجيبي لنا ناس تاني، تجيبي لنا ناس تاني. استاذ سامح هنتواصل معاك بعد الحلقه وهنتابع معاك الموضوع، لان الموضوع طلع كبير جدا، وعلى حسب ما استاذ محمد وضح لنا كده بخلفيه بسيطه عنده انه في شركات كتير بتمارس الموضوع ده. هيتواصل مع حضرتك بعد الهوا ونشوف تفاصيله. استاذه شيماء في حاجه اخيره حضرتك حابه تضيفيها؟ اخر الحلقه هحب اقول ان بنشهد وزير الداخليه بسرعه ضبط واحضار المتهمين. الموضوع بتتكلم استاذه شيماء لحد دلوقتي في 7 أو 9 اشخاص اللي راحوا اتسالوا في النيابه النهارده مجني عليهم، بعيدا عن الناس الثانيه اللي ما قالتش اي حاجه واللي ما تقدموش باي شكوى. ومدام هويده بتتكلم في ان هي واخده فلوس من الناس، يعني دي مشكلتها مشكله اصلا لوحدها، هنرجع لها بعد ما نسمع عقوبه اللي حصل ده المفروض تكون ايه من استاذ محمد. بالنسبة لعقوبة النصب في المادة 336 من قانون العقوبات حددت ان عقوبة النصب لو كان فعلا تم استعمال الطرق الاحتيالية في النصب فهي عقوبتها لا تتجاوز الثلاث سنوات، ما تتجاوزش الثلاث سنين. دي في حالة ان هي تكون قضية نصب. في حالة ان هي لو كونها قضية نصب لا تتجاوز الثلاث سنين. طبعا يعني ممكن احنا نشوف ان هي العقوبه قليله او العقوبه بسيطه بالنسبه لثلاث سنين، مع ان ممكن يبقى واحد نصب في 2 و3 مليون جنيه وعلى كذا شخص. وعلى كذا شخص، وازاي ثلاث سنين بس في الحاله ديت؟ طبعا هو بيرجع في الاول وفي الاخر ان الغلط بيبقى من المجني عليه، يعني الغلط المجني عليه اكتر من غلط المتهم. انا اللي رحت دفعت فلوسي بارادتي المنفرده، ما حدش ضغط عليا. طب وفي حاله توظيف الاموال؟ في حاله توظيف الاموال الماده 21 من القانون رقم 146 لسنه 88 وضحت انه اذا لو في شركه من شركات الاموال خدت فلوس من الجمهور خارج احكام القانون دوت يعاقب بالحبس بمده لا تزيد عن 15 سنه وبغرامه لا تقل عن 100,000 جنيه او ثلثين المبلغ المستحق اللي هو اخده من الاشخاص. بالظبط كده. ده في حاله ان هي تكون قضيه توظيف اموال اللي هي زي قضيتنا النهارده، لان احنا قلنا توظيف الاموال لما بتكون شركه هي اللي نصب على الناس، وطبعا بالدعاء المشكوف حقها هي والمشكوف حقه ان هم اصحاب شركه لعب اطفال واحجار كريمه، فبتبقى قضيه توظيف اموال. طيب استاذ محمد دلوقتي اي حد بيسمعنا وكان بيفكر ان هو يشغل فلوسه ويديها لحد مثلا سواء في شركه توظيف اموال او في غيره، ايه الحاجات اللي ممكن يعملها عشان يتجنب كل ده؟ هو بالنسبه لو انا خلاص قررت، لو انا راجل معايا مبلغ وقررت ان انا هدفع فلوسي او اوظف فلوسي في شركه من شركات التوظيف الاموال، فلازم ان الشركه ديت تكون خاضعه للاسس وتكون خاضعه للقوانين، تكون خاضعه للشروط والمواصفات اللي حددها القانون، اللي هي لازم تكون شركه مساهمه وتطرح اسهمها في الاكتتاب العام وتكون مقيده بالسجل العام في هيئه سوق راس المال، وتكون ان يكون في عقد تاسيسها من البدايه ان هي توظيف الاموال، ويكون عدد الشركاء فيها لا يقل عن 20 فرد على الاقل، يكون راس مال المصدر فيها ما يقلش عن 5 مليون جنيه ولا يزيد عن 50 مليون جنيه. ولكن هو مش ده الاهم، هو الاهم من كل ده ان هو مش مطالب مثلا الشخص العادي اللي رايح يوظف فلوسه ان هو يكون عارف يعني اللي يكون عارف الحاجات دي. هو الاهم من ده كله ان انا ايه اللي ما يخلينيش ان انا ارجع لراجل قانون من البدايه عشان يجي يوضح لي هل فعلا الشركه ديت صالحه متطابقه للمواصفات والشروط اللي حددها القانون ولا لا؟ يعني هي ما هي الفهلوه اللي فينا هي اللي عملت المشكله دي، كل واحد بقى انا فاهم في القانون، لا ده جاري، لا ده تبعي، لا ده معرفه، وفي الاخر بتيجي المشكله. زيها بالظبط زي واحد عمل اعلان بان هو بيبيع الشقه بتاعته، وواحد تاني راح عشان يشتريها منه، طب يا عم بص على العقد، بص على العقود، ده بات راجل القانون يجي يضرر يقول لك هل العقود ديت سليمه ولا مش سليمه، الشقه دي بتاعته ولا مش بتاعته. لا لا يا عم ده ساكن في الشارع اللي قصادنا، هنزل بس هات لنا كده عقدين من المكتبه وخلاص، اهم حاجه بس نكتب المساحه. المساحه اللي انت تكتبها في العقد خلاص، ده كده انت ضمنت ان الشقه دي فعلا بالظبط بتاعت الراجل. فده يعني المشكله مش في حاله النصب، المشكله في اللي بيترتب بعد كده على حاله النصب ديت.
يعني احنا في الحاله الموجوده دلوقتي معانا انت في 2 متهمين وفي 8 9 غير الناس التانيين، غير الناس اللي احنا ما نعرفش عنهم مجني عليهم. فانا في الحاله ديت انا بزود معدل الجريمه في البلد اصلا، بزود نسبه القضايا الموجوده في البلد بسبب كل دوت. ايه بسبب؟ ان انا استسهلت ان انا اخد الاجراءات القانونيه السليمه. طب ما هو طب بالنسبه لشركات توظيف الاموال، طب الشركات ديت لما بتاخد فلوس بمبالغ كبيره جدا تعدي الملايين، طب بتعمل بيها ايه؟ في منهم اللي بيصفر الفلوس بتاعته ديت بره، لما انا كده عملت ضرر في الاقتصاد المصري. وفي منهم اللي هو يكون بيمول اصلا جامعات متطرفه، انا ما عنديش علم الشركات ديت بتعمل ايه. سلسله مقفوله من الكوارث بتسلم كلها البعض. يا جماعه لا يجوز الجهل بالقانون. القاعده الاساسيه هي ان من يجهل بالقانون لا يحول دون تطبيقه على من يجهله. فبمجرد صدور القاعده القانونيه مستوفيه الشرائط ووجودها ونفاذها، فانها تسري في حق كافه الافراد المخاطبين سواء علموا بها او لم يعلموا بها. يعني لو كانوا عارفين بالقاعده ديت او ما عرفوش، خلاص هي مجرد ما القاعده ديت بتكون مستوفيه الشروط وخلاص نزلت، خلاص هي كده نافذه قدام جميع الاشخاص. فلا يجوز لاي شخص الاحتجاج بعد كده بعدم علمه بها للافلات من العقوبه. يعني يا جماعه باختصار، انا مش هينفع ان انا اقول اصلا ما كنتش اعرف ان القانون كده. تقريبا كليه حقوق في الجامعه الواحده في مصر بتخرج كل سنه اكتر من 6000 طالب. لا يعذر احد لجهله احكام القانون. دي قاعده عامه لازم نكون. ولو احنا ما نعرفش احكام القانون فممكن نسال الناس اللي تعرف، يعني مش كده. لازم نروح للمحامين بعد ما المصيبه تحصل، ممكن نروح لهم قبل. وصدقوني الفلوس اللي هتدفع لهم كاتعاب وهم بيرتبوا لك اوراقك وبيضمنوا لك حقوقك هتكون افضل كتير من اللي هيدفع بعد ما يتنصب عليك او تتضر بشكل زي اللي حاصل مع مدام هويده او غيرها كتير. فاسالوا اهل العلم او اهل القانون لما بيكونوا محتاجين حاجات تخصهم، ده مجالهم وده شغلهم وهم ادرى الناس بيه. بلاش الفهلوه زي ما استاذ محمد بيقول. مدام هويده، عايزه منك كلمه اخيره كده بتوجهيها للمسؤولين او بتنشديهم بيها بحيث ان الموضوع يتحرك اكتر. انا بنشد الحكومه تجيب الحق اللي انا مش عارفه اجيبه، ولا من احمد ولا من نورين ولا من اهلها. هي متحاميه باهلها يعني؟ طب فين الحكومه عشان تجيب حد فوق القانون يا مدام هويده؟ طب فين حقي؟ انا مش قادره اجيبه وبيملطوا في، انا عايزه فلوس عشان ادي الناس. انا عندي مواعيد وعندي، انا بيتها هيتخرب وبنتي ماتت بسبب نورهين، بسبب الاهمال اللي حصل منها. وما عايش انا، اخويا باع لي حته الارض بتاعتي عشان اسدد جزء من فلوسي. وطبعا لسه الجزء الاكبر موجود. لسه الجزء الاكبر موجود، ده 120,000 من 916 اجيب منين؟ واخويا بعد كده هياخد فلوسه، يعني بعيني عليا ال 916. هل هو اخوك هيسيب لك فلوسك؟ مش هيسيب فلوسه، بس هو عشان يرد الناس كانتش سايباني ولا سايباني. واحنا كمان بنوجه كلمه للنائب العام وللمسؤولين عموما ان هم يحركوا الموضوع اكتر من كده، ولو مش لاقيين نورهان فالمشكوف حقه التاني احمد موجود، ممكن نجيبه ونستجوبه ونعرف ايه ملابسات الموضوع. مدام هويده بيتها اتخرب زي ما بتقول ومش عارفه تسدد باقي الفلوس اللي عليها. طبعا هنوافيكم بباقي التفاصيل ان شاء الله في حلقات تانية، وهنتابع باقي القضيه وايه اللي تم فيها. ولو في اي حد مجني عليه لنفس المشكوف حقها يقدر يتواصل معانا. بنعتذر جدا على التليفونات الكتير اللي ما قدرناش نرد عليها علشان موضوع الحلقه، لكن هنتواصل معاكم. اي حد يقدر يسيب رقم في الكنترول ونوصله بالمكتب يباشر القضيه بتاعته اللي هيعرضها. نشوفكم على خير من غير اي قضايا نصب ولا توظيف اموال. واسالوا اهل الخبره او اهل العلم في حاجه تخصهم. الاساتذه بيقولوا يسالوا اهل الذكر، بس انا بتكلم دلوقتي في القانون. لما يكون في مشكله ارجعوا للمحامين، هم كتير جدا على فكره، يعني هيكون افضل من يحصل بعد كده الكوارث الكتير اللي بتحصل. اشوفكم على خير الاسبوع الجاي قبل ساعه من دلوقتي، استنونا.